نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله تعالى بدأ الله بها كتابه الكريم فقال الحمد لله رب العالمين، والحمد لله أنزل الله بها الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي بدأ الخلق ثم يعيده، والحمد لله آخر ما يقال على وجه الأرض، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكان قدوة لنا وهاديا ومبشرا ونذيرا ورحمة للعالمين، فإنه أخوان الأفاضل دخل علينا شهر الله الحرام شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة مرتبط في أذهان وفي مكنون المسلمين بأحداث كبيرة وعبادة عظيمة، هي عبادة الحج وعبادة الطواف على حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات، ولئن حالت بيننا وبين أن نكون من حجاج بيت الله الحرام الظروف الحالية، وحالت بين كثير من المسلمين أن يؤدوا هذه الفريضة لأسباب كثيرة، فلا أقل من أن تتطلع أنفسنا إلى هذا البيت الحرام وإلى البيت العتيق وإلى الأحداث التي أراد الله أن تكون لنا سنة ومنسكا وأن تكون شعيرة من شعائر الله. وإننا حين نرى الأجيال القادمة والأجيال والأطفال الصغيرة وقد جعلوا لهم أشخاصا وشخصيات ومثل عليا لأشخاص كثيرة كرتونية وخرافية، ونسى الناس وتناسوا الأشخاص والرسوم والقدوة التي جعلها الله في كتابه الكريم، فكثير منا لا يجهل كثيرا عن قصة إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة وزوجته هاجر وابنه إسماعيل، وكثير يغفل عن قصة الحج وما دار في هذه القصة، وكيف أن الله خلد فعل هاجر عليها السلام بأن جعل الناس جميعا من كل فج ومن كل صوب يؤدون هذه المناسك اقتداء بما فعلته هاجر عليها السلام. الإنسان العظيم الذي اتخذه الله خليلا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكثير من الناس يغفلون عن جوهر شخصية إبراهيم عليه السلام وماذا وكان في هذه الشخصية من صفات وماذا كان فيها من جوانب ولماذا اصطفاه الله على بقية الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وترى كثيرا من المواضع في القرآن الكريم تتحدث عن إبراهيم عليه السلام حيث أنه أبو الأنبياء وأنه كان مثار جدل بين اليهود والنصارى والمسلمين، إذ يدعي كل منهم أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا، والقرآن الكريم يرد عليهم إنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكنه أب لكل الأنبياء، وأن أولى الناس بإبراهيم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أولى الأمم بالنبي إبراهيم عليه السلام هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بنا نقف قليلا مع بعض الآيات التي أشارت لإبراهيم عليه السلام، وتجد قصته متكررة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. وحين نرى هذا المقطع الصغير من سورة مريم فنرى هذه الشخصية كيف كانت تفيض حبا وحنانا ورقة مع رجل من أعقى الكفار وهو أبوه الذي كان يصنع الأصنام، فنرى هذا الحوار الرائع واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
فماذا يقول لأبي؟ يقول لأبي وينادي بناداءات رائعة رقيقة: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. واستخدام لفظ الرحمن هنا غير بقية أسماء الله الحسنى، فكان يناسب هذا الحوار أن يقول له: إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار أو عذاب من المنتقم، فيخيف هذا الأمر، ولكنه يترقق معه فيقول له: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وينادي أباه في النهاية حين يعتذر فيقول له: وأعتذركم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ويزيد عن ذلك أن يستغفر لأبيه ويستغفر لقومه بعد أن أصروا على أن يكونوا من الكافرين وأن يكونوا في عداد المشركين. ولنقف قليلا مع قصة هذا البيت الحرام وقصة الأيام التي نعيشها الآن وقصة الحج، ولما كتبه الله على المسلمين، ولما جعل له هذه الشعائر وهذه النسك، وكلها متلخصة في قصة إبراهيم وفي حوار إبراهيم وحديث إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وللأسف الشديد حين ترى في بعض الكتب التفسير وحين تسمع لبعض الخطباء وبعض الواعظين يتكلمون عن إبراهيم وعن هذه الآية بالذات، وقرأت كثيرا فيها، فتجدهم يختزلون الإسلام في أشياء بسيطة سطحية، وهذا ما يسمى بالاختزال المهين لمبادئ الإسلام. فتجد كثيرا من الكتب تقول أن الكلمات التي ابتلى بها الله إبراهيم هي سورة الفطرة الخمسة، هي حلق قص إطلاق الإعفاء اللحية، وحفق الشال، ونطف الإبط، والبط والختان، ويقولون هذه الخمس هي سورة الفطرة، ويختزلون الدين كله في هذه الأشياء. وهذا اتجاه للأسف الشديد يتغلغل بين المسلمين ويتغلغل في فكر المسلمين، وهو الاختزال المهين للمعاني العظيمة لهذا الإسلام العظيم. فنحن نؤمن بأن السنن واجبة وأننا يجب أن نفعلها، ولكن ليست عبارة عن كلمات كما نقول، ولكن الكلمة في القرآن الكريم تعني معاني كثيرة. ففي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى على المسيح: إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة الله. فهذا الفعل وهذه المعجزة العظيمة أن يكون هناك ابن أو يكون هناك ولد بدون أن يكون هناك أب ويكون ابن مريم العذراء، هذه كلها في مجملها كلمة الله، فالمسيح هو كلمة الله. فهنا كلمات التي اختبر الله بها إبراهيم ليست عبارة عن كلمات ترددها هنا أو هناك، كما يختزل أيضا بعض المسلمين القرآن والدين العظيم في أن يجلس في مسجد أو يجلس في مكان فيذكر الله سبحان الله 100 مرة، فهذا جميل وهذا مطلوب، ولكن ليس هذا هو كل الإسلام. ولنرى هنا في قول الله سبحانه وتعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، فلا يصلح لإنسان أن يكون إماما، ولا يصلح لإنسان أن يكون قائدا، ولا يصلح لإنسان أن يكون معلما دون أن يختبر ودون أن يمتحن ودون أن تثبت صلابته ويثبت أنه ولي لله. فترى كثيرا من المسلمين على مر العصور يولون من لا يصلح، وتتوارث الأجيال جيل بعد جيل الحكم والزعامة لا لشيء إلا أنهم يتوارثونها بينهم، وذلك جاء في هذه الآية الكريمة. فإبراهيم عليه السلام من اصطفاه الله وبعد أن امتحن فقال إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. فماذا كان رب المولى سبحانه وتعالى؟ قال له: لا، إن الإمامة والنبوة لا تكون
مطلقا بالوراثة، ولا تكون هكذا يتوارثها جيل بعد جيل، ولكنها تكون بالكفالات وتكون بالمقدرة وتكون بالامتحانات والابتلاءات، وبأن الإنسان يثبت أنه إنسان مخلص خالص لله سبحانه وتعالى لأجل الإسلام. فتجد من يختزل الإسلام في أن تكون تأكل بيدك اليمين، أو يختزل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيده، ويختزل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في لبس ثوب قصير أو في إطلاق لحية. هذا جميل وهذا محبب، وهذا من البروتوكولات أو هذا من النظام الذي يجب أن يكون عليه المسلم، أن يأكل بيده اليمنى أو أن يدخل بيده اليمنى وأن يسمي الله. ولكن هذا ليس هو جوهر الإسلام، ولا كل الإسلام، ولا مبادئ الإسلام. ولنقف عند هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيه إبراهيم، فهل كان هذا الاصطفاء وهذا الاختيار كافيا لأن يكون إماما للناس؟ لا والله، ولكن بنص القرآن الكريم وبنص آيات وكلمات الله العظيمة يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فكيف تكون هذه الكلمات مختزلة في بعض الأفعال الفطرية من حلق العانة ونفخ الإبط وإطلاق اللحية وقص الشارب والختان للذكور؟ فكيف يختزل الدين؟ كيف تختزل فعل إبراهيم عليه السلام؟ والله يقول عنه: إن إبراهيم كان أمة حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويأتي بالحوار الذي كان بينه وبين النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فهو يحاج هؤلاء الناس، وهو إبراهيم الذي كسر الأصنام، فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وهو الذي ابتلاه الله بأن رأى في المنام أن يذبح ابنه، إذ يرى في المنام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيأخذ ابنه ويسلم وجهه لله، ويبتليه الله سبحانه وتعالى بأن يذبح فلذة كبده، وأن يذبح ابنه الذي جاءه على كبر وعلى شوق وعلى محبة منه، فيأمره الله أن يذبح هذا الابن، فيستجيب الأب ويستجيب الابن، ولكن الله جعل هذا اختبارا له، وفديناه بعد ذلك بذبح عظيم. وهذه هي الشعيرة التي نفعلها جميعا يوم النحر في يوم بعد وقفة عرفات في يوم العيد في يوم عيد الأضحى. فابتلى الله إبراهيم إلى علي ولا إلى فاطمة عليهما السلام، ولا أن ينتسب لآل البيت، ولا حتى أن ينتسب لإبراهيم عليه السلام نفسه، ولا أن ينتسب لأحد من الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى جعلها واضحة صريحة: قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذا مثل لأن أفعال إبراهيم عليه السلام وآثار إبراهيم ومناسك إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل هي دين لنا نتعبد بها ويتقرب بها إلى الله. وهكذا ينبغي أن ننظر في آيات الله وأن نتعلم من كتاب الله ما يفيدنا في حياتنا الدنيا. فحين نرى مجتمعات المسلمين ونظام المسلمين وكل إنسان منهم يتقلب منصبا لا لشيء إلا لأن أباه كان فلان، أو أنه ينتسب إلى عائلة فلان، وأن هذا هو قائد الغوار، فينبغي على أبنائه أن يكونوا قوادا من بعده. كل هذا نفته هذه الآية الكريمة وهذه الكلمات البسيطة التي أوردها الله سبحانه وتعالى عن نبي الله إبراهيم، وكانت حقا حنيفا وكان إماما لكل المسلمين، واستحق أن يتخذه الله خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واستحق أن يكون أمة فرد بحاله وبمفرده، استحق أن يكون يساوي إيمان أمة ويساوي أمة على بحوث بكل ما فيها وبكل ما عليها. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله كان توابا رحيما.